ونحاول ندير واحد الصفحه في الاول بحال هكا. هذه هي الصفحه الاولى، غادي نحط فيها بحال هكا، ندير فيها واحد التاريخ. انا سيدي غادي نبدا في هذا الوقت، وان شاء الله هذا الجزء الاول غادي نساليه في ظرف 30 يوم مثلا. Well, welcome, welcome. Hi, everybody. Hi, everyone. Thank you for being here. Honestly, it's a big pleasure to share with you this big treasure. It's a big treasure. I guarantee with American accent and guarantee with British accent. أضمن لك. تسمع مزيان. اليوم غادي نوريك شنو. غادي نوريك واحد الكورس to learn English and to master it, not only something which is bad and which is not useful. No, it is very very useful. This treasure, علاش سميتها treasure؟ علاش سميتها كنز؟ حيت هاد الدورة مجانية. It's free. ما غادي تخلص عليها والو. غادي نوريك واحد الرابط، غادي تمشي للفيسبوك، غادي تبرك، غادي تلقى هذاك البوست، غادي تلقى فيه 6 ديال المستويات، 6. وهاد المستويات غادي تمشي معاهم ان شاء الله من الاول. كننصحك انك تبدا من المستوى الاول، غادي تضرب عليه طليله، غادي تشوف شنو فيه، تصنت شويه، بان لك داكشي انك انت فتيه مثلا، سير دوز للثاني، بان لك عاوتاني انك تزيد دوز للثالث، ولا بدا انت من الاول وتما غادي معاه. شنو عندك انت في هاد الرابط اللي غادي نوريك؟ كيفاش غادي تقرا فيه؟ وشنو كيفاش غادي نتعلم منه؟ انا يلاه بادي سيدي. واخا غادي تتعلم منه reading how to read correctly and properly. كيف تقرا وتنطق، to pronounce, the pronunciation. حيت لك انت كتبرونسي مزيان، كنت كتنطق مزيان، غادي تقدر تقنع، وغادي الناس يبغوا يتصنتوا لك. اوكي، الناس كيعرفوك when you open your mouth. ملي كتحل فمك ودرت بالانجليزيه مثلا، الناس ديك الساعه تيقدروك وتيعبروك. So reading, to read with the right way، بالطريقه الصحيحه. ثاني غادي تتعلم writing to write، تكتب، انك تكتب. جنرال بغيتي تكتب شي مايل، بغيتي تكستين في الواتساب، كتبت ميساجة، كيفاش نقدر نبقى نهضر مع صحابي ولا شي حد بالانجليزية correctly without mistake بدون اخطاء. شنو غتعلم عاوتاني؟ قلنا reading, writing, listening to listen. باش انك تصنت، الا تصنتي وصلتك الهضره مزيان غادي تهضر وغادي تجاوب. حيت الاغلبيه دابا كنقراو غير من السبتايتلز شنو كيتكتب لتحت. الا جيتي تصنت تقدر ما تقشع والو، واخا ديك الهضره اللي تيقول بسيطه وانك تقدر تفهمها. But we don't have the ability to emphasize and to distinguish between different words and different expression. What he's talking about. ليش كيهضر؟ ما كتفهمش. So this is a great opportunity for you. It will help you a lot. إن شاء الله غادي تساعدك. شنو غادي تتعلم عاوتاني؟ communication. To practice. To talk. To train and to make exercises, activities, to practice. This is it. Well, ladies and gentlemen, welcome. And I suggest everyone to follow this procedure and this method that I'll show you through this episode. كنصحك بزاف انك تتبع الطريقه. ملي غادي تتبع ان شاء الله شنو غادي تلقى في الاخير؟ غادي تحصل على واحد الكتاب.
وكنقترح لك انك تحصل على الكتاب. علاش ما تقراش في الالكترونيك فيرجن؟ الالكترونيك فيرجن doesn't work. Why? You will not stay motivated. في التليفون عندك بزاف ديال distractions. Distractions كتمشي لهنا، تمشي للنوتيفيكيشن، تمشي للواتساب، تمشي بزاف السوشيال ميديا كاملة، تبقى تنقز هنا تنقز هنا. انا كنصحك انك غادي تخرج داكشي على شكل كتاب بحال هذا. كتاب سواء غادي دير ليه بهذه الطريقه باقيط مثلا، ولا غادي ليه سبايرال، سبايرال شيب، انه تيجي هكا باش ملي كتحل الصفحه كتحل مزيان. علاش؟ حيت غادي تكون كتقرا تكست هنا اند هنا، غادي دير شي حاجه. You will use both sides. Both sides. هادي. This side and this side. You will use them. صافي؟ ما غاديش غير تقرا هنا وصافي، تقرا وهادي حتى كتاخذ فيها some notes. Notes. مثلا شي كلمة جديدة استفدتيها، ولا شي formulation expression استفدتي، شي طريقة، شي كلمات ملاقين. A group of words مجموعين، وانك شكلتي بهم واحد التعبير او واحد speech، باغي تقول واحد تقديم ولا تهضر على شي حاجه، كتبقى تاخذهم في الجن اوكي ديال هذا الكتاب. اذا الكتاب اللي عندك ملي غادي تمشي تطبعه ما غاديش تاخذ، ما غاديش تطبع بجوج، ما تطبعش هنا وهنا، لا تطبع غير في وحده، في صفحه، صفحه وحده، والظهر ديالها غادي نخليه خاوي، نخليه خاوي باش نبقى نكتب فيه، ناخذ فيه سام نوتس. هذا الكتاب كيفاش غادي تحصل عليه؟ ياك تسال دابا كيفاش تحصل عليه، غادي نوريك الرابط كاين في ديسكريبشن، ولكن قبل ما تمشي الرابط تبع معايا مزيان باش تفهم، حيت الميثودولوجي، ذا بروسيجر مهم بزاف، ذا مانر، هذا هو الجايد لاين اللي غادي نوريك باش انك تحصل على الكتاب، واش انك تبدا تقرا فيه. ونحاول ندير واحد الصفحه في الاول بحال هكا، هذه الصفحه الاولى غادي نحط فيها بحال هكا، ندير فيها واحد التاريخ، انا سيدي غادي نبدا في هذا الوقت، وان شاء الله هذا الجزء الاول غادي نساليه في ظرف 30 يوم مثلا، او 50 او 60 يوما ما يهمش، باش تكون عندي انا هدف، كنولي عارف راسي فين غادي، ماشي غير كنخدم وصافي. تنقول راه في 30 في شهر 9 مثلا راه خصني نكون ساليت هذا، ولا 30 في شهر سميتو، ولا 15 ولا 8 على حسب انت نهارش في الشهر، ماشي مهم دير في راس الشهر صافي. هكا كتعطيك واحد، كتولي تحس براسك انك عندك ارتباط، هذا الارتباط خصك اسيدي تنفذو. متفقين؟ ونبدا الدرس الاول ديالي ها هو نقراه، او الثاني ندوز هنا مال فوكابولاريز شفتوهم، ايفل از ويل اس اس سون اس جو اهيد هي بيجن ستارت تو دو سامثينغ، تبغي تبدا شي حاجه تقول ليه جو اهيد ولا تو لونش. عندك اسيدي الدرس الاخر وانت غادي بزاف قصص زوينين. ايوا سيدي، اللي ما بغاش، اللي ما بغاش يقرا دبر راسو. ملي غادي تمشي ان شاء الله الرابط، غادي ديك واحد باست في فيسبوك، وداك الفيسبوك غادي تلقى فيه عاوتاني 6 ديال المستويات 6 اوكي. سو يو ويل هاف 6 ليفلز، انت غادي تدخل الليفل الاول ضرب عليه طلا شوف شنو فيه، بالك داكشي انك تقدر دوز ليفل الثاني سير ليه، بالك دوز الثالث سير ليه، الله يعاونك حتى توصل كاع خدمتي حتى للسادس كاع مباشره. وانا ام سجاشن يو تو ستارت فروم ذا فيرست ليفل، واخا تكون ديجا فتي باش تعاود تم ماستر، باش تكون عندك واحد بروفيشنسي اوكي، تو هاف ا بروفيشنسي، باش تكون عندك واحد الاحترافيه ان شاء الله، وداكشي عندك يكون مدقق مزيان وغادي الحقو طريقو. فهاد
الروابط ملي كتدخل كتلقى دروس، دروس هما اللي خرجتهم انا على شكل هذا الكتاب. وهاد الدروس كل درس كتدخل له بحال مثلا المستوى الاول غادي نلقاو فيه 22 درس، 22 شنو هما الدروس؟ هما قصص، قصص كنستافدو منهم، ستوريز ملي كتسمعها كتكون انت متشوق انك باغي تتبع شنو وقع فيها، شنو كاين هكا، يعني ماشي شي حاجه اللي كتقراها وما كيكونش فيها التشويق. اذا ندير لك هذيك السسبنس اللي كتبعها. شنو كاين معاهم؟ عندك بي دي اف فايلز وعندك اوديو فايلز. بي دي اف فايلز هما اللي غادي تخرج منهم الكتاب اللي هو هذا، ها هو هما اللي تخرج منهم الكتاب، حيت دوك لي بي دي افس، بي دي افس هذوك غادي تيريهم ياك، غادي تمشي عندهم المكتبه وغادي تيريهم ليك ان شاء الله. شوف شي واحد اللي تيطبع رخيص وخرجهم، غتجيك تقريبا ديك هما 22 ليسنز. كاين ليسن اللي فيه جوج لي 2 بيج، وكاين ليسن اللي فيه غير 1 بيج. سو توتال يجيك واحد كاين اللي كيطبع ب 10 ريال، كاين اللي يدير لك ب 6 ريال، تجيك 30 درهم ولا اقل بحال هكا. اذا شنو غادي ندير انايا؟ قل قل عندك قل من 30 درهم، ماشي 30 درهم، غادي نشدهم غادي يولي عندي الكتاب. الكتاب شنو كندير ملي كنبدا نقرا النص؟ شنو تيوقع ليا انا النص بديت كنقرا فيه؟ ها هو النص، راني خدي الكتاب نبدا نقرا، غادي نجبد الليسن 1 ذا فيرست ليسن، ها هو هذا ايفل انجلش تيتشر. هذيك ايفل تقدر ما تقراهاش مزيان، ايفل انجلش تيشر ولا تيتشر، ايفل تقدر ما نقراها، ما نقولش ايفل كنقول لها ايفل. سو هنا شنو عندك؟ هادو هاد تكست ار اتاتشد ويد اوديو فايلز، كاين معاهم اوديوز ريدين، هاد التكست كامل كيتقرا كيتسمع، ماشي غير كيتقرا هكا، كيتقرا بنبرة الصوت مختلفة، يعني بحال راك كتصنت لواحد القصة ولا واحد تمثيل. اوكي يعني غادي يقول لك evil English teacher، there is an evil English teacher، he is a very bad teacher. evil عاوتاني ملي كتشوفها هنا باش مكتوبة bold bold font، هاد الكتابة كتسمى bold font، انها مكتوبة بشكل كبير، حجم كبير، طريقة الكتابة ديالها. هادوك كيتسماو new vocabularies، مصطلحات جديدة، غادي نلقاهم عندي حتى هما، غادي نمشي نتعلمهم. ها هو الليسن ديالي هو هاد، كتمشي للخر ديالو حيت غالبا كتلقى فيه غير one page ولا one page and half. كاين vocabulary هما هادو، ها هما evil، what means evil؟ هي هادي very very bad، قبيح بزاف، very mean not generous ingenious، شي واحد اللي قبيح وخايب، هاد الاستاذ خايب. علاش؟ حيت ما كيقريناش بطريقه زوينه وما كيرجعش لنا داكشي ممتع كتحس بيه فحال انا نظري وصافي، دونك ما كتفهم منه والو. علاش هاد ايفل انجلش تيتشر هاد الدرس الاول كيتمحور حول واحد الاستاذ اللي كيقريهم الجرامر، قواعد past perfect progressive the future conditional passive voice، كيبقى عليهم بعد الدروس هادو، ولكن the reality when you are in a real situation you don't know how to get out from your mouth an expression how to give a formulation، كيفاش تقدر تعبر، كيفاش تقدر تخرج واحد التعبير معين. ساو هنا كيقرا لك داك النص، انا درت اخطاء فيه كنصند لهذاك الاوديو، غادي نتيليشارجي وغادي نبقى نسمع له كنقرا and reading، كنقرا داك التكست ديالي وكنصنت and I listen I'm listening and reading، كندير شي خطا كنصنت له هو. عندك اوديو فيه تقريبا جوج دقائق ولا 3 minutes، هذاك فيه غير التكست reading كتصنت للتكست ديالك،
وعندك السكند وان شنو فيه؟ كيشرح ليك، كيهضر معاك، وكيعلمك انك تهضر. غادي يقول لك مثلا evil English teacher، هذا سيدي واحد استاذ قبيح. غادي يسولك does the teacher nice، واش الاستاذ زوين؟ no he is not nice he is bad he is very bad he is evil he is mean. اذا هنا كتفهم ان evil bad mean كنقولهم على شي حوايج اللي هما ماشي زوينين، كنبغي نعبروا بهم، هما صفات كنعبروا بهم على شي حاجه اللي ما عجبتناش. ما تبقاش تستعملها انت غير مع الاستاذ، تستعملها حتى مع شي لعيب كتفرج فيه والسلوك ديالو خايب، مثلا كيلعب عنيف. This player is very bad is evil، انه شرير مثلا. متفقين؟ اذا هذوك الاوديو كتصنت ليهم، الاوديو الثاني راه تيكون طويل بطبيعه الحال، تلقى فيه 3 دقائق 40 45 50 كيهضر، كيهضر معاك، هو كيهضر انا كنردد من وراه. هنا ملي كيكون تيهضر كيعلمك، كتعلم معاه الجرامر اوتوماتيكلي اوتوماتيكلي بدون ما تشعر. absorb words vocabularies expression formulations and a bunch of words and a bunch of exercises. كتاب زوين بزاف، تبعوه، راه كاين رابط لتحت، سيروا تبعوه، تبعوا الطريقه غادي تنفعكم بزاف ان شاء الله. I guarantee 110% that you will succeed if you follow this manner, if you follow this method. It's very useful. Yeah, honestly. تلاقاو ان شاء الله في الحلقه الجايه ياك مع دروس حدا اخرى، نشوفوا some applications some channels of YouTube تقدروا تتبعوا معاهم باش تعلموا اللغه الانجليزيه. اللغه الانجليزيه as you know is very important today and in the future. If you don't have English you will not open your mind, you will not be able to Google very deep and deeply. Yes, لا يسخر، تلاقوا إن شاء الله في الحلقة الجاية.